السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنقدم طريقه ديال التحضير ديال الحوت ديال الطون. تابعوا معي الطريقه والمقادير في الفيديو. في هذه الوصفه ديال الطون غادي نستعمل هذه النوعيه هذه ديال الحوت، راه موجود وحتى الثمن ديالو ماشي غالي بزاف. غسلتها وحيدت لها الاحشاء ديالها، غسلتها وغادي نخليها تتقطر تقريبا ساعتين ولا ثلاثه حتى تنشف لي من الماء ونقطعها. الحوت بعد ما استقطر مزيان قطعته هكا مرصويات كبار. كنحتاج 3 ديال المعالق كبار ديال الملحه، ما تخافوش الكميه ديال الملحه ما غاديش يشربها كامله. كنحتاج الكميه ديال ورق الغار او ورق سيدنا موسى. عندي هنا فصوص ديال الثوم، كديروا داكشي اللي بغيتوا الكميه اللي بغيتوا. الطريقه راه سهله بزاف بالنسبه لهذا الحوت. هذا كناخذ الطرفه ديال الحوت كنملحهم مزيان، وما تخافوش من الكميه ديال الملحه كتبان كميه كبيره. فاش ما كديروش الملح بزاف كيجي صابط ما كيجيش بنين. قطع كامله كنملحها، حتى هاد القطع الصغار نديرهم من الفوق. كندير الثومه، كندير ورقة سيدنا موسى. هاد الحوت هدا غادي نخليه تقريبا ساعتين ومن بعد نرجع عندو. كنغطي الإناء ديالي بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليه مدة ديال ساعتين ونرجع عندو نطيبو. إلا كان سخون الحال كديروه في التلاجة، متخليهوش على برا. هاد الأيامات تبارد الحال ما عليش، كيبقى غير على برا ماشي مشكل. الحوت بعد ما ترقد ديك السوايع صافي، دابا راه واجد باش نطيبو. كناخد هنا الكركم، كنحتاج الشوكة، كندير كاس ديال الماء، كنحط طرفة ديال الحامض، وكنستف هاد الحوت هنا. كناخد هاد التومات حتى هما كناخدهم، وهاد ورق الغار حتى هو كناخدو. بعد ما استفت الحوت ديالي كامل في الطنجره كنزيد الطروفه ديال الحامض من الفوق. غادي نسد الكوكوط وغادي نحسب 15 دقيقه بعد ما بدات كتصفر. كنشعل عليها النار وكنحسب 15 دقيقه وكنطفي عليها وما كنحلهاش. ديك الساعه كنخليها حتى كتبرد. فاش كطيبوا هاد الحوت هذا في الطنجره العاديه كياخذ لكم ما بين 35 دقيقه و 40 دقيقه كيكون طايب. بالنسبه للكوكوط كياخذ مده قليل. انا كنسدها مزيان، كنشعل عليها العافيه. في الاول كنخلي العافيه شويه مجهده حتى كتبدي كتصفر، وكنقص نحسب 15 دقيقه ونضفي. وما كنحلش ديك الساعه، كنخليها واحد 3 السوايع ولا 4 السوايع حتى نحلها.
كنحسب 15 دقيقة وكنطفي الكوكو اللي بعد ما طابت وبردت مزيان كنحلها كنبقى نحيد هاد الجلده هادي وكنبقى نحيد العظام سلام تحيد وبالنسبه لهاد الطون هذا اللي كيبغي يخليه طروفه كبار يخليه واللي بغى يقطعو رقيق كيقطعو كنحاول نقيه الا فيه شي شوك كنحيد هاد الشوك هذا ديال الوسط وكنبقى هكا ماشي معاه حتى كنقيه كامل ونقطعو صراحه الطريقه هذه زينه بزاف نهار ان شاء الله غادي تجربوها غادي تستغناو على المعلبات صراحه لا علاقه وبالنسبه للاستعمالات ديالو كنستعملو في السلطات في الساندويتش استعملو في البريوات كاين بزاف ديال الوصفات ان شاء الله كاع ننزلهم لكم في القناه كنحاول نحيد هاد الشوك هذا ما كنخدليش كيكون باين وبالنسبه للكميه ديال الملح الا شفتوا بلي راني درت كميه كبيره راه ما كيجيش مالح نهائيا وكنبقى نحيد له الشوك بعد ما ساليت من التقطاع ديال الحوت والتنقيه ديالو كنقيتو من الشوك قطعتو هكا شويه قطع صغيره وكاين واحد الكميه خليتها هكا شويه قطعه كبيره كناخذ قرعي ديال الزاج هادو عقلتهم وغادي نعمر فيهم هاد الحوت هذا ديجا عمرت انا شويه باش ما يكونش الفيديو طويل كنعمر القطع ديال الحوت كنعمر حتى الفوق بعد ما ساليت من التعمار كاين جوج طرق ديال الاحتفاظ بهاد الطون هذا كاين الطريقه اللي كنعمر فيها غير زيت الزيتون وواحد الملاحظه بالنسبه لزيت الزيتون ما تستعملوش زيت الزيتون اللي كتكون جديده اللي كتكون فيها مازال المروريه استعملوا زيت الزيتون اللي كتكون شويه خفيفه الا كانت زيت الزيتون جديده كتخلطوا مثلا كديروا معلقه ديال زيت الزيتون ومعلقه ديال الزيت العاديه واحد القرعه غادي نستعمل فيها زيت الزيتون واحد القرعه غادي نستعمل زيت الزيتون والخل تابعوا معايا الطريقه كناخذ نفس الكميه ديال الخل مثلا درت معلقه كندير معلقه هكا غادي ندير معلقه ديال الخل وكندير معلقه ديال زيت الزيتون كندير كمية متساوية
كنعمرها حتى للفوق. هذه كنعمرها حتى للفوق. وعندي القرعه الثانيه كنستعمل فيها غير زيت الزيتون، ما غاديش نستعمل الخل. هادو هما جوج طرق اللي كنحتفظ بهم بهذا الطون هذا. كنخلي زيت الزيتون كيهبط، ضروري نعمر القرعه حتى الفوق، ما خصش كاع نخلي الفراغ فيها. مازال كنضيف شويه ديال زيت الزيتون، مازال ما عمرتش القرعه. صافي هادو القرعي هادو ساليت منهم، غادي نخليهم شويه ونسدهم حتى نكمل الكميه الاخرى. بالنسبه للكميه الاخرى اللي بقات لي، بالنسبه لهاد الحوته هادي كتعطيني كميه كبيره ديال الطون، هاد الكميه هادي غادي نعمرها في هاد لي بواط هادو. كناخذ دي بواط غير صغار باش اشك فوا كنحتاج واحد الكميه كنجبدها وما كنردهاش للمجمد. هاد الكميه هادي ما غاديش ندير لها كميه كبيره ديال زيت الزيتون، كنستعمل قياس معلقه ديال زيت الزيتون اللي كنستعمل ماشي بزاف. كنحركها مزيان. زيت الزيتون كديروا هو القياس اللي بغيتوا، تقدروا تزيدوا كميه ديال زيت الزيتون، انا هو القياس اللي كندير لها. كتقدروا ديروا منسمات اللي بغيتوا، كتقدروا ديروا البزار، وكتقدروا ديروا الحرور الحاره، داكشي اللي بغيتو كديرو في هاد الطون هذا، كتقسمو داكشي اللي بغيتو. بالنسبه لي كنخليه هكا عادي، وكنعمر في ديبوات. بالنسبه للكميه كنعمر غير الكميه اللي غادي نحتاج، يعني في كل مره. بالنسبه لهادو غادي نديرهم في المجمد، كنعمرهم حتى للفوق. كتقدروا ديروا بلاستيكات غير ديال تعمروا فيها. كنستمر هكا كنعمر هاد الطون هذا في لي بواط حتى كنسالي. والصراحه بالنسبه لهاد الكميه هذه اللي كتعطيني هاد الحوته هذه كميه كبيره، وكيتبقى بلي رخيص على انني نشري الطون. بالنسبه للبوطه ديال الطون كدير 8 دراهم ولا 7 دراهم، وكتكون فيها كميه صغيره بزاف. بالنسبه لهاد الحوته هادي كتخرج لي كميه كبيره ديال الطون، كنستعملو كل مره. كنرجع عند هاد القرعي هادو، الزيت كيهبط لي لتحت، كنزيد الزيت. هاد القرعي كنعمر لهم الزيت حتى للفوق، وكنسدهم مزيان. بالنسبه للتحقيم ديالهم كندير واحد الكاسرونه ديال الماء، وكنديرهم فيها تقريبا لمده ديال 5 دقائق، اللي كنت غادي نحتفظ بهم لمده طويله. وبالنسبه للاحتفاظ ما كيحتاجوش الثلاجه، كتحتفظي بهم غير في البلاكار حتى كتجبديهم، تحتاجيهم وتجبديهم. الطريقه الاخرى ديال الاحتفاظ كنعمرو في البلاستيك الغذائي، كنديرو بحال هاد الشكل هذا. كندير 3 أو 4 ديال البلاستيكات وكندخلو هكا المجمد. بالنسبه لهاد القرعي هادو كنقلبهم واحد نص ساعه على الوجه ديالهم باش القرعه اللي فيها الزيت والخل تخلط مزيان، ومن بعد كنحتفظ بهم غير في البلاكار. بالنسبه لهاد لي بواط هادو الصغار، بالنسبه ليا انا كنعزلهم بحال هكا، يعني الكميه اللي كنحتاج وغادي ندخلها للمجمد. بالنسبه ليكم الا كنتو غادي تحتفظوا بها غير في الثلاجه، عمروا البواطه بالزيت يعني حتى الفوق حتى تغطي الطون، وكتقدروا تحتفظوا به لمده ديال سيمانه.
نتمنى نكون شرحت مزيان الطريقه ديال التحضير والطريقه ديال الاحتفاظ بهاد الحوت هذا ديال الطون. الى عجبكم الفيديو نتمنى ان شاء الله تشجعوني باللايك وتخليوا لي كومونتير وتبارطاجيو الوصفه، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى.